السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو كيكة ديال الليمون. غنحتاجو لها كأول مكون هو الليمون. هنا عندي جوج ليمونات، غادي نقطعهم طريفات صغار باش نطحنهم. في الطحانة العصير عندي 4 البيضات، نضيف عليهم الليمون، غنطحنهم جيدا باش نزيد عليهم باقي المكونات. وهذا من بعد ما طحنته غادي نزيد عليه كاس ونص ديال السكر، غنرجع يتطحن شي شويه ونكمل باقي العمليه. غادي نحيد منه واحد الكاس باش ندير به الكريم. غادي نزيد عليه كاس ديال الزيت، الدقيق، صافي. اذا 3 الكيسان ديال الدقيق كفاوني هنايا. بالنسبه للكيكه غادي نزيدو عليها معلقه كبيره ديال العسل، الخميره الكيماويه 16 غرام. صافي، غنديروها في المول وندخلوها للفران الساخن 30 دقيقة العافية من تحت منها و 10 دقائق العافية من الفوق. بالنسبة للكريم كنزيد عليها واحد ياغورت طبيعي. كنزيد معلقه ديال النشا او الدقيق الا ما توفرش النشا. صافي، دونك هنا غادي نزيدو لها واحد المعلقه ديال الزبده ونخليوها تبرد. دابا راح نطفينا عليها النار، ما تنساوناش بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله.